ايضا من ناحيه يعني الموضوع هذا موضوع الانقلاب، انا حقيقه يعني اقول يعني ان كل شيء مطروح بعهد محمد بن سلمان، كل شيء مطروح حقيقه يعني سواء انقلاب او سواء شيء اخر، يعني هذا امر مطروح، يعني مطروح يعني من حركات التغيير، يعني خلينا نقول يعني يحصل يعني اي حركه تغيير مثلا تحصل، حركات التغيير قد تكون سلميه، قد تكون تحرك عسكري، قد تكون كذا، قد تكون كذا، هذا يعتمد يعني احيانا يكون في انقلاب من نفس الاسره مثلا، نفس الاسره مثلا. طبعا انا ما اسميه انقلاب بالمناسبه، المنقلب هو من محمد سلمان، هو المنقلب يعني اذا على طار الانقلاب هو بنفس المنقلب محمد سلمان، فالوضع يعني معقد يعني شيئا ما. طبعا انتم عندكم خبر عن فهد بن تركي قائد القوات المشتركه، طبعا وما هو قائد الاركان ولكن كان مسؤول كبير، يعني كان ضابط كبير يعني، طبعا تم ضبطه وتم القبض عليه، طبعا كالعاده فساد وما ادري وين دخلوا بها فساد، ها بس ما قالوا متهاوش ما سوى هوش، سبحان الله هوش لا بس قالوا فساد، قالوا مستغل نفوذه الوظيفي ومدري وين والكلام هذا، وطبعا لا محاكم ولا شيء. في رواية يعني دارجة إن كان ربما يخطط على انقلاب، طبعا هذه رواية يعني احنا مشكلتنا وشي بالسعودية، يقبض على الشخص ولا أصلا ندري وش طيب حتى لو قرأنا التهمة طيب ورى التهمة المحكمة الصراحة، طيب التهمة هذه يمكن تنفى بعدين، ممكن يجي المحامي كذا والمحكمة تبرر، لا خلاص يعني شوفوا تذكرون خالد قرار مثلا توجيه التهمة، طيب قرار المحكمة وش قررت المحكمة حق خالد قرار، ما حد يدري ما طيب التهمة لا تكفي، أقول التهمة مجرد تهمة، يعني أنت الآن أنت لو اتهمت واحد حتى بالقتل وحتى اتهمت بالإرهاب زين بريء، حتى يدام من المحكمة، إذا ما صدر شيء من المحكمة ما يجرم نهائي، مو بس كذا مو المحكمة لا، في استئناف لازم برضو يصادق من الاستئناف، بعدين تقول عنه أنه مدان وأنه ارتكب جريمة، بعدين ربعنا أصلا ما يحتاج تصريح، أنا مطلعين لي شو اسمه روايات حسابات مجهولة حتى يعني كذا حسابات مجهولة، يعني ما هي حتى من النيابة ولا هي من الفساد ولا حساب كذا مجهول كذا، وبعدين هذا ينقل وبعدين جوا تداول السعوديون طيب من اللي خلى السعوديون يتداولوا؟ فعودة على الموضوع، يعني خالد قرار وغيره وفهد بن تركي تهم الفساد الموجودة طبعا المزعومة، طيب ما في مشكلة تقول اتهمتهم بالفساد، طيب وصار عليهم ممكن طلعوا براءة صح؟ يصير ممكن واحد يطلع براءة ويعوض بعد، ايش رأيك؟ هفد يعوض، تطلع التهمة خاطئة كذا ويعوضونه ويرجعون المنصب بعد، إذا مجرد التهمة لا تعني الإدانة، مو تحقيق التهمة يعني الآن دعك من التحقيق بعد أشنع، التحقيق أصلا يمكن ما يتهم أصلا، يعني يمكن واحد يحقق معه ويطلع بريء أصلا، تحقيق أصلا هذا أهون من ماذا؟ حنا نفترض الآن افتراض يعني في أسوأ الأحوال أنه أدين في التحقيق وصدر إدانة، طالبت النيابة مثلا أو المكافحة الفساد طالبت المحكمة والله خالد قرار مدان بعد التحقيق، ها يصدر هذا القرار المحكمة، طبعا يعني وكل محامي، طبعا محامي المحاكمة علنية يعني جريمة، الناس على مدار التاريخ يعني تقع الجرائم في الكون، يعني تقع الجريمة يعني فيحقق عفوا يصدر الحكم بناء على إيش؟ على لائحة الاتهام الموجودة وفي المحامي، وبعدين يصدر الحكم، وبعدين عاد في استئناف، وإذا في طعن بعرض المحكمة، وبعدين عاد نقول إن خالد قرار وفهد بن تركي والله ذولا خلاص ارتكبوا جرائم، بعدين ربعنا خلاص يسلط عليك الهاشتاقات والله فساد خالد قرار ومدري وين وكذا، طيب وصار عليه يمكن يطلع المحكمة تبرع، مو شغلك فهد بن تركي صار عليه، طبعا صار عليه مو شغلك أصلا، خلاص نعطيك طرف العلم ونخليك أبد إشاعات وحمد ربك بعد. فإذا يعني هذا طبعا قادنا موضوع يعني انقلاب العسكري وكذا، فهد بن تركي طبعا كما أشرت هي رواية ولكن يعني الله أعلم بصحتها، ولكن أي ما كان يعني تهمة الفساد هذه الموجودة التي غلفت قضية فهد بن تركي طبعا متوقع يعني جماعة خير أي مسؤول كبير بالمناسبة سواء ضابط أو مدى أسهل تهمة الفساد استغلال النفوذ الوظيفي، استغلال النفوذ وظف مدري وين وكذا
والله يا اخي قالوا الدوري يتعرر عنزي 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 خلاص قولوا رابح يا ولد وظف عنز قولوا كذا قولوا رابح كذا في تهم هلاميه افضل تهم الفساد احسن شيء الدكتاتوريين على مدار التاريخ انا قلت لكم دائما يستخدمون تهم الفساد لانها تهم سهله والله استغلال وظيفي والمضحك بالامر ان ولده نائب امير منطقه الجوف وهكذا الزوج وزوجه عرفت يعني النظام القضائي عندنا ترى يعني النظام للأسف غير مستقل وغير نزيه أنا ما أتكلم عن الأحوال الشخصية هذه والزواج والطلاق يا جماعة الخير هذه ترى هذه جزء من الشريعة أكبر شيء في الشريعة أمر الحكم أمر الشورى الله أنزل سورة علينا وأمرهم شورى بينهم ما يصير كذا يعني الآن بعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختزلهم كذا والله قضية طيب نعم صحيح ولكن ماذا عن المنكر الكبير الذي ترعاه الدولة هو الإشكال الكبير هذا أعظم منكر لسلمان لو في واحد سعودي فاسد تراها محمد بن سلمان